بلاد الغربة راني عيت، يمي تعذبت وشحال قاسيت في الجنة. بنت يا ولي كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. انا عزت هنا عند جداتي، والله اخوتي ما سخيت بها وحق الله العظيم. واصلا ما ديتش الحوايج ديالي بزاف، يعني ديت غير باليزه الصغيره. ان شاء الله اليوم عندكم من الحوايج الاخرين. بزاف ديال الناس قالوا لي في الدواء علاش ما تشدي طاكسي. الله يا خويتي، طاكسي راه من هنا لتما عرفتي شحال يحسب عليك؟ راه من هنا لتما راه نقولوا حنا بالطوموبيل شي 15 دقيقه، يعني بعتي الطاكسي اختي شحال يحسب عليك؟ يضحك بعدا بالقليله بالقليله يقول لك واحد 40 الاورو من هنا لهي. 40 اورو راه عندي لاكارت ديال الطوبيس معمره، لاكارت ديال الطوبيس ب 6 اورو فيها 10 المشيات، ندير جوج مشيات ها حوايجي كملتهم. ديت الباليزه البارح وغادي ندي باليزه الكبيره اليوم، وتبقى لي مشي وحده فيها جوج سايكان على ظهري صافي، وانا ساليت الحوايج بزاف اختي. الطاكسي غالي من هنا لتما، راه غير من هنا للستاسيون ديال التران كيديك ما هي وما لونها. وعلاش انا البارح كنت كنقول لكم ما عرفت شنو كاع بغيت نقول ونسيت. علاش كنقول لكم البارح، يعني كنعيش هنا مع جداتي وصاحب الحال وكذا، مسكينه مرا كبيره وما تبغيكش تقيسي لها حويجاتها، تقيسي لها شي حاجات فهمتي، يعني بزاف د الحوايج. الناس بزاف الناس غادي يعرفوا هاد القضيه، الناس اللي مع 20 مساره هما اللي غيعرفوا هادشي. حيت انا علاش قلت لكم بحال هكا، قلت لكم يعني بلا نتي دوز الصعوبه هنايا النهار معاها. وعلاش انا كريت؟ لحقاش بزاف الناس يقول لي علاش فدوا كريتي، علاش ما تبقايش معاها، تيقول لي علاش ما تسكنيش معاها. هي خوتي راه ما بغاتش، هي مسكينه كتقول لي قلبي. والله العظيم قبل ما نلقى البيت قالت لي، تخيلوا جداتي قالت لي والله الا قالت لي كنصلي، يعني الصلاه ديالها هي، قالت والله الا كنصلي وكنطلب انك تلقاي بيت. هي مسكينه هي باغاني نلقى بيت، يعني راكم عارفين من سيمانه لسيمانه كتجي عائلتها ولادها ولاد ولادها كيجيو كيتجمعوا هنا. فغادي نقول لكم واحد الحاجه، واخا هادشي ماشي من الخصوصيات ديالي وما يمكنليش اني نقول هادشي، حيت كاينين بزاف الناس ديالها جيرانها ساكنين حداها، بزاف الناس ما كيعرفوا على جداتي حتى حاجه. ولكن فاش سولت جدي قال لي ماشي مشكل الدنيا. يعني اللي بغيت نقول لكم واحد المعلومه اللي ما كيعرفها حتى شي واحد نهائيا على جداتي، فجداتي هي واحد المراه اللي مسكينه ما كتولدش، ماشي نقول لكم عاقره، حتى شي مراه معقره في الدنيا. فلهذا جداتي مسكينه ملي كانت صغيره عندها 18 عام دارت واحد العمليه مسكينه خايبه لانها ما تقدرش تولد نهائيا. فهذوك البنيتات اللي ربات خمسه تاع البنات، كل وحده من زاتها يعني زاتهم الخيريه تبناتهم، عندها خمسه البنات ماشي بناتها كلهم غير مربياهم. واللي كتحن عليها بزاف 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 هي اللي كتجي عندها يوميا هي وراجلها، كيطلعوا عليها يوميا. اما الاخرين صراحه ما كيسولوش فيها نهائيا، فين وفين منهم هذيك اللي مريضه ديال داك النهار اللي شفته. فلهذا جداتي مسكينه ما عندهاش الاولاد، هي غير رباتهم. انا نمشيو نتغداو دابا، سخنا داكشي اللي بقى من البارح، الله يجعل البركه. الماكله راه الانسان اي حاجه كلها راه مزيانه. شوف انا كنهضر معكم ولقيت هذا الكابلي، غادي نطلبو لجداتي في الحقيقه، نقول لها عفاك عطيه ليا زوين هذا، غادي نمشي ندير التلفازه حتى انا في البيت حتى من بعد نقول جداتي عطيه ليا. انا داويه معكم وانا نشوفو هنا، وهذه كتضحكني اخوتي، كنموت بالضحك على هذه اللعيبه عرفت على هادشي. شوفوا شحال قديمه، شوفوا ديك اللي كانوا كيمشيو بها كيديو بها الماء في الصحراء. زوينه هذا داكشي تاع الاثار صراحه، جداتي كتخبي داكشي القديم صافي. وهي مسكينه كتوجد، واخا دابا تقول لي نعاونك لا، شوفوا شنو دارت، شوفوا تعلموا يا الحاد، قالت اموات يا خواتاتي تعلموا. الحوت اللي شاط لينا البارح مقلي، هذا الحوت اللي كان مقلي البارح دوك الطروفه شداتو، شحرات الثومه وشحرات البصل مزيان، وكنشوفو الريحه ما قدرتش نجمع فمي بالريحه فلنا، ودارت البصله والثومه حتى تشحروا مزيان، وحكات عليهم مطيشه ودارت عاوتاني مطيشه معاهم حتى تشحرات مزيان، ودارت عليهم جلبانه مسلوقه نص سليقه، وخلاتهم حتى طابوا واحد شويه، تحط فيهم داك الحوت اللي مقلي اللي شاط لينا البارح. شوفوا كي جات تاكره ها نتوما، يا سلام سلي، يعني خطيره هاد جداتي والله كتختار شي حوايج واعرين. صافي هادشي اللي كاين. وحاجه اخرى اللي بغيت نقولها اخوتي، مواتي العزاز، خوتي الدراري، كاع الناس اللي كيتبع هاد القناه، كاع الناس اللي كتبغيني، كاع الناس اللي كتضيع من وقتها وكتفرج فيا وكتساعدني، وكاع الناس اللي كدير ليا صراحه تعجيم. كنشوف فيديوهاتي ما شاء الله جيم، عرفتي تبارك الله الحمد لله، يعني الفيديو كيندير كيضرب تبارك الله حتى 9000 ديال اللايك وداكشي، يعني شي حاجه اللي كتفرح بزاف. شكرا اخوتي العزاز، مواتي الحبيبات، الله يحفظكم ليا، الله يعطيكم الخير، كاع الناس اللي كتبغي وكتبغي الخنشوش هذا قاعد الناس اللي كتبغي هاد الخنشوش هذا. فانا بغيت نقول لكم واحد الحاجه، ديما كتقولوا لي في دوا ما تبقايش تجاوبي على الكلام، يعني الكلام ما تبقايش تجاوبي على الكومونتيرات الخايبين وهذه. فلهذا وليت كندير واحد الحاجه وغادي نقولها، باش حتى دوك اللي كيبغيو يسبوني وكيبغيو، كاينه اللي كتدخل كتدعي عليا وكاينه اللي كتقول فيا شي كلام اللي ما كاينش،
فبطبيعه الحال كيضرك الحال لانك انسان ماشي من الحجر ولا من الحديد، راك انسان لحم ودم. فلهذا اخوتي الكومونتير اللي تنشوفو خايب ولا شي حد سبني فراه انا كنبلوكيها وكنمسح لها الكومونتير ديالها وكنبلوكيها. اللي كيدير ليا كومونتير خايب كنبلوكي وكنمسحو باش ما عمرو يعاود يدخل لهاد القناه، حيت ما عندي ما ندير بك. لكن انتي غتسبني وتطيح من قيمتي فراه انت اكيد ما غتكونش كتبغيني وما غتبغيش ليا الخير. فبارك عليا غير انا هاد الحياه اللي انا كنعيش، يعني ما محتاجاش شي حد يبقى عادي. انا كنتلاقى معكم غير في الغدا اللي نضرب على كرشو هو هذا. انا عارف الغداوات، ها شتي الخشنو اخترعت لينا خوتي، ها هانتوما الحوت مقلي دارت له التشرميله ديالو وعاودت طيباتو من الاول وجديد. كيعرفوا يعيشوا حتى انا كنعرف نعيش، حتى انا اخوتي كنعرف نعيش. يا بسم الله، انت غدا والتليفون غنحطو بعيد اخوتي. واخا كلشي كيشوف والله ما على بالي بنادم. ها شفتوها، ها قالت لي قشك دابا تهزي، قلت لها خليني غير الغدا ونكمل الحوايج وما بغاتش. ها شوفوا شفتوها، ها هي انا غدا انا وجدي عييت، ها راه هو ما قادرش نحل عيني والله العظيم. ما كانش عليا نقول لكم هادشي، نتوما عارفيني انا تنبارطاجي معكم اي حاجه، انا اي حاجه كنعيشها كنبارطاجيها معكم ما كنكذبش. والله خوتي نط لي جداتي دابا وجرات عليا، قالت لي دابا تهزي حوايجك ولا غنطج انا من الدار. صافي جدي طلع عليه الدم صافي، هو يقول لي يلا هزي حوايجك. ما كنتش باغا نمشي دابا للبيت، زعما قلت العشيه ونهبط، وخاصني واحد الناموسيه اللي عند المراه، هذيك الناموسيه كتدخل في الماريو، بغيت ناخذ شي طبله ونحط فوقها البونجه ونعس عليها. قلت زعما تنقاد البيت في العشيه ونمشي. الساعه قالت لك والو والو، قالت لك يا تخرجي دابا يا نخرج انا. صافي مسكين جدي طلع عليه الدم صافي، هو هرب من الدار. عاد بقيت كنعيط عليه، قلت له اجي عاوني. ها هو هز معايا، اش غنقول لكم؟ لا اله الا الله. وصافي جداتي صافي طلع عليها الدم ديال بصح. لا قالت لك صافي كريتي صافي سيري، هذا الشيء اللي غندير. مرا كبيره ما عندي ما ندير لها، عقلها صغير واخا ديري لها ما عاد شنو. ديري مقاري انا قلت انا خلي الناس على خاطرهم ما تسبتو حد بقى مع جداتي، ولينا خوتي نتوما كتشوفوا اللي حاس علينا. جدي مسكين خليته تحت كيتسناني نخلص ليه شي قهيوه نضرب مسكين تماره معايا. صافي انا نسول ها نتوما كتشوفوا. صافي اخوتي غندخل دابا ان شاء الله غادي نسولها، قلتوا لي سولي على ود الصوير غنوري قناتي دابا وغنسولها. العزاز اللي بغيت نشرح لكم، ها نتوما كتشوفوا شتي هاد الناموسيه هادي، الا هزيتيها من هنايا هاد اللعيبه هادي كتدخل في هذاك الماريو كتولي ماريو، يعني هاد الناموسيه اللي طلعتيها كتولي ماريو. فلهذا انا قلت لها غتعطيني غير المضربه وغنجيب الخشبه التحتانيه ديال الناموسيه وغادي ندير ناموسيه هنا في هاد القنت هذا، بغيت نديرها في هاد القنت وغادي تجيني اونفاس مع الماريو. علاش غتجيني اونفاس مع الماريو؟ باش الا خديت شي تلفازه غنحطها هنايا في هاد القنت هذا، يعني غندير التلفازه هنا باش نبقى نتفرج وصافي. حويجاتي غنديرو من هنا الفوق وداكشي صافي، وهادشي اللي كاين اخوتي. وبالنسبه للماريو قالت لي راه كاين هاد الماريو هذا، ها هو الماريو كتشوفو هذا راه ماريو، قالت لي خدي واحد الجهه هنا وعلقي فيها حوايجك. صافي هادشي اللي كاين دابا، راه خليت جدي لتحت غنهبط لعندو ان شاء الله ونكمل معاه. ويبلو سميتو كاستنبير. كي نشوف جدي مسكين راه شاد القهيوه باش نتقهواو انا وياه. واش غنقول لكم والله الا صراحه عجبني هذاك البيت، عجبتني الدار، عجبوني الناس. المهم هادشي اللي كاين، المهم الدار عجبتني صراحه، حتى البيت زوين كيما قلت لكم. الناموسيه قال لي جدي غادي نعطيك الخشبه تاع اللي كيديروا فيها المضربات فهاد العشيه غنطلعها. دابا راه تشاورت معاها قلت لها واش نقدر نجيبها، قالت لي مرحبا، قالت لي بيتك هذاك ديري فيه اللي بغيتي. قلت لها راه غندبر التلفازه وغندبر خشبه ديال المضربات باش نحط فيها ديك المضربه، وديك الخشبه تاع اللي كيديروا فيها ناموسيه غنردها في الماريو نسدها نجمعها. واش اخوتي نخشي راسي وسط ماريو بوتونا نحماق؟ انا معصبه غير بوحدي ونزيد نخشي راسي في الماريو. قالت لي ديري اللي بغيتي، دابا بيتك خلصتيه ديري فيه اللي عجبك، انت حره وغنتقدى ان شاء الله كاع ديك التقضيه اللي تخصني الماكله ديالي وداكشي. المهم اللي شريتها غنشارك معكم. شوفوا احمد شوفوا، ها هاي 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 كيشرب قهيوه، هاي 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 هي بيبيا ان ما كاش هذا ديش. Y cerca, cuando ella pasaba cada día, había una familia que tenía todos estos hijos sí. abandonados por allí tirados. Entonces ella fue a hablar y les dijo, mira, yo no puedo tener hijos, yo te cojo uno. Vale. Y cogió 3 meses. Sí. Y se la llevó. ¿Qué es lo que se llama? ¿Dónde está el pueblo? ¿Cómo se llama? No, era en Zaragoza. جداتي مي كانت كتسكن في ساراغوستا، شوفوا الزيف ديالي كيداير. جداتي مي كانت كتسكن في ساراغوستا
فاش قلت لكم راه ربات الدراري يعني تلاقات واحد العائله عندهم بزاف تاع الاولاد، قالت لهم انا ما نقدرش نولد، عندي مشكل درت عمليه وما نقدرش نولد، فلهذا عطيوني واحد، فعطاوها بنت. دير عطينا للدوره اليوم، ها غادي نعد واحد مول سيكوندا ما نشوفش عنده شي ناموسيه. جدي كاينه عنده وحده بغى يعطيها ليا، ولكن خاصو يمشي لدارو عادي يحيد شي حوايج عنده في البيت، يعني الروينه، وخفت ندير ليه مشكل مع المراه فين داير ناموسيه لمن غتعطيها. فلهذا جيت عند الدري المغربي كنعرفو، فايت قضيت عليه شحال من حاجه. صافي وحنا غادي نعندو نشوف، لقيت شي تليفيزا كا عاديه رخيصه وشي لعيبات ناخذهم ان شاء الله. وانتم معايا صافي اخوتي العزاز، انا تقضيت، راكم عارفين بنادم الا سكن اول مره الصابون هاج الجيكس. صافي راني جيت لميركادونا دابا، اصلا ميركادونا حدا الدار، راه هي الدار. صافي نتقدى داكشي اللي باقي خاصني، الماء وشي حاجه ما ناكل، الروز شي تويشيات. صافي مشي بحالتي الدار، عييت شتي من الشمس حاره تا الليل. واخيرا شريت واحد الكاما، ماشي الكاما، خاصني هذيك الخشبه اللي كتحط عليها البونجا. صافي خديتها وخلصتها للدري مسكين، دار معايا ثمن زوين وغايجيبها لي حتى لحدا الدار، حتى البلاتي ان شاء الله يجيبها لي ونصورها لكم وانتم كتشوفوا. المهم غندخل ميركادونا، راني تخسخت والله اخوتي، راني عييت. صافي وانتم معايا زاد خبركم، غيكون واحد الاضراب هنا يوم ما غتبقاش الماكله ياك. ها انتم شوفوا، ها شوش غيبان لكم شي حاجه، كلشي خاوي حتى الطحين ما لقيتوش. شوفوا الطحين اللي ديت، ديت الطحين تاع البيتزا هو اللي لقيت اخر باكيه هي هذه. صافي وديت الملحه، وشوفوا كي خاويه الدنيا، شوفوا حيت غيكون الاضراب بزاف. الناس ما عارفينش بان الاضراب غيكون، يعني الا ما تقضيتوش هزكم الماء، وانا غندير قد جهدي وصافي نعب وحدي، ما عندي لاش نهز بزاف. ها البيض والله ما بقى البيض، ها شوفوا البيض واش بقى، شي بيض كيدور هنا، بقى غير هذاك وزايدين ليه غالي في الثمن، مشكله هذه. خوتي العزاز كنموت، غادي نمرض واحد يومين. شوفوا شنو تقضيت، ها انتم اخوتي مقضيه كاع داكشي اللي خاصني، مقضيه الماء مقضيه، راكم عارفين دابا بنادم كراس تكون بوحدو راه تم الصابون د الموعن خاصك تشري. صافي وداكشي تاع النظافه وطياب الزيت والتقضيه العطريه ما عنديش، كلشي من الاول وجديت. شريت ناموسيه راه غادي يجيبها لي الدري دابا، دابا نصورها لكم. شريت داك ديال الناموسيه داك اللي لتحت، والتلفازه غناخذها غير من الجوطيه، غير تلفازه عاديه بعشر ديك 10 اورو 15 اورو كاياك، غير هذيك اللي عندها الكرش ماشي بلازما باش نتفرج فيها. صافي اخوتي وانا عاد كنتقاتل باش نوصل للدار، ها العذاب وحق الله اخوتي تاع العذاب. ايوا الصبر هادشي اللي كاين اخوتي العزاز، والله الا حشمت وحق الله الا حشمت نهضر بالله العظيم. المهم انا هزيت هذيك الناموسيه اللي كانت هذه، الا شفتوا هذه اللي قلت لكم راه كتحل كتولي ناموسيه. المهم راني حيدتها، شوفوا الحوايج ديالي فين حاطاهم كاع، الرحيل اللي جبت هيا المضربه حيدتها، والتقضية ديالي ها هي، التقضية ديالي فين جبت الميكات مشيت. خوتي صراحة تصدمت وحق الله إلا تصدمت بالله العلي العظيم، تقولوا في دوا باقي تما نعساتش في البيت وكتشكى. هاكا الدار كدير بالدراري الصراك كتنغل هذا بعد، فهمت كاريا جوج بيوت اخرين، وقالت لي ما كاريا حتى لواحد، كاريا جوج بيوت، كاريا هذا اللي حدايا وهذا اللي من هنا. هاهي راه البنت طالقه الموسيقى على جهدها، النهار الاول بانت لنا القضيه حامضه، ونضيق بالي معاها ونقلب، تبان ليا شي حاجه نخرج بحالاتي. ضربت نص الشهر ولا سيمانه ولا تقطع داكشي اللي جاتني في السيمانه وطرد ليا الباقي ونشد بيت اخر. انا فين قست اخوتي، كنتسنى الدري يجي تعطل عليا كاع ما جا، فالكوزينه مبزعه مرا بالبز، شي تيقلي شي تيشوي، وانا الكاميرا صافي قريبا نساليها. شنو ندير، هاي الخبزه قريبا نكمل، الباقيطه والله الا قريبا نكملها حرفيا. واش غادي فيجا انا كما كنتش كنضحك، ولقيت راني مشي كروزه كورا دافع عني كوراني تشلت، قلت هاد الحياه الا ما ضحكتيش ولا ما درتش والحيطة تموت بالله، والله تيديروا لك نيكوش حتى انا يسمعوني كنضحك، ما انا ما عليهاش الله شي هاد الحياه.
شي حيت انا ما ضحكتيش حق ربي تيديروا الكليبوش يا الحياه اللي ما مشيتيش معاه بالحماق والهبال ونسي راسك حق ربي تيديروا الكليبوش بقاو يجيبوك الرضاعة الرضاعة الحليب بحال الدري الصغير احنا زقنا لا ماكله لا والو مشى نتزحم انا مع البزق ولا حيدي نطيب حيدو عليا من هنا جبت قضيه ديالتي كامله للبيت غنحط كلشي هنا راه الزيت غلات ولات ب 50 درهم حق ربي لا قرعه الزيت جبتها ب 4 اورو تاع الزيت البلديه حق ربي لا غلات السلعه كلشي نار قوسنا عليهم انتما كتشوفوا الروينه والحاله كي دايره انا تصدمنا خوتي قالت لك غير انا وبنتي وولدي تاز جد دابا لقيت العائله كامله هنايا عندها اختها مطلقه بجوج دراري وواحد صاحبتها اخرى بجوج دراري الدار هكا كتنغل بنادم الصالون كيتهز ويتحط حق مولانا صدموني والله الا صدموني غتقولي في دواش انتي سوقك يا كريتي غبي تمشي شغلك في هاد الناس وانا راه شحال من بيت مشيت شتو راه كاين البيت اللي شتو ما شديتوش على ود ان الدار عامره بزاف صاحبتي مشيتي تدخلي دابا دوش بقاي تسناي النوبه بقاي يدقوا عليك بواحد دق 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 سربي خلاص خرجي راه ما لقيتيش الراحه صاحبتي راه ما لقيتيش الراحه صديقه راه ما كاين والو ما كاين والو عشيري عشيرتي ما كاين والو ولي ليكم هادوك ديال اليفوب عشيري وعشيرتي والله الا في بلاد الغربه راني عييت يا امي تعذبت وشحال قاسيت في بلاد الغربه راني عييت ويا ربي وشحال تعذبت وشحال قاسيت قلبي عيا وطاب وما قديت والدموع في عيني والله ما بغيت الفقر والشجاعة الله يتوبوز يا ربي تحفظ خوتي تهلاو براسكم شوفو عيني كيحمارو بالعذاب طونسي وهداك طلع ليا ما انا ماشيه ما انا واكله ما انا مصليه ما انا ناعسه مولي الناموسيه مشى ما جا شرينا ديك الناموسيه ديال الجوطيه ب 20 اورو باقي ما جابهاليناش ما شحال فيها من دري صغير شحال فيها شحال واحد ناموسيه ناعس على الصبريون كامل مجخم راه حتى حاله ياك اليوتيوب زويلي ويلي على اليوتيوب زويلي على الشدن ديالنا ويلي على فادي انا ويلي نلتقي في الحلقه القادمه بعدا تنحشم انا بتيجي شي واحد تيكتب واحد الرساله طويله فيها نص مترو تيبقى يقرا عليك الزبور ديالو قال من قال وذكر من ذكر والله اختي علاش غنقولك الله الا بقيتي بلا شغل هي دابا انا مشيت غا هكا هي ما لقيت ما ندير حطيت هاد بوش رويض حطيت هاد الناموسيه باين عليها ما عرفتش شكون الدار الصغار كاع ديال الدنيا ودي حطيت هكا سخرتي فرشت في الارض ربعت هكا مساليه قبي انا مساليه مخي باش نصور لك انت باش انت تجي تدخلي تقول لي ما عرفاش تكذبي عليا ولا انا اللي تنكذب عليك لا حاسه غنقول لك المهم ما تفقصوش ما تعصبوش ما تنيرفاوش راه اللي تفقصو تعصب والله ما غيتسنى غير ليكم اش انا كنقول لكم المهم اخوتي كنتمناكم تكونوا بخير مازال طريقي طويل تهلاو فراسكم اخوتي كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده يا ربي تحفظكم في هاد العواشر الله يسهل عليكم شكرا على كلامكم الزوين شكرا كاع داكشي كتقولوه في حقي باش تعرفوني انا كنبارطاجي الحياه الحقيقيه ديالي معكم ما عمرني قلت لكم ديروا لي ابوني وما عمرني قلت لشي واحد دير لي عافاك لايك وما عمرني قلت عافاكم خليوا لي كومونتير حيت كنشارك حياتي الحقيقيه مع الناس بزاف الناس كتبغيني بزاف الناس كتواصل معايا وكدير كل جهده باش تساعدني فلهذا بلا ما غنطلب ربي كيسهل في ولاد الناس وفي مواتي العزاز وفي خوتي الله يحفظكم ليا شكرا باي باي عليكم